السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم. وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذهب بكم إلى جمهورية مصر العربية، حيث عبق الصعيد، الصعيد الذي يتنفس أبناؤه شعرا وكلامهم نثرا، الصعيد الذي أخرج الكثير من شعراء الفصحى والأدباء حتى يملأوا بنورهم ليس مصر فحسب وإنما المنطقة إن لم يكن العالم بأسره. من هناك من مصر الكنانة معنا الشاعر الأستاذ إسماعيل شتا. حيا الله أستاذ إسماعيل، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد، أهلا وسهلا بك. أهلا بك حبيبي، أهلا بك، أهلا بك أستاذ مصطفى. بداية أستاذ إسماعيل، حبذا لو تحدثنا عنك قليلا، عن ما تحب، عما تعمل، عن دراستك، ما تحب أن نعرفه عنك، قل ما بدلك. أولا اسمح لي يا صديقي أن أشكرك على تشريفك لي باستضافتك لي في برنامجك الرائع الذي كثيرا ما أتابعه وأستمتع به، وأغبط كل شاعر يعني حاورته أنت. أشكرك. فعندما يقولك شاعر قريب مثلك يعني يخرج منك كل ما تحب أن يسمعه الناس منك. تسلم تسلم يا صديقي، نحن الأكثر شرفا بك وسعادة. حبيبي حبيبي يا درش حبيبي. أولا خليني أقول لحضرتك طبعا. أنا لست صعيديا، يعني أنا مصري من محافظة كفر الشيخ في شمال مصر. اسمي إسماعيل محمد أو شعيشع شتا، يعني شتا هذا لقب العائلة. نعم. ولاعتزاز بهذا اللقب ألصقته باسمي التصاقا، يعني فاختصارا إسماعيل شتا. حصلت على ثانوية عامة سنة 1994، يعني كتبت الشعر منذ يعني ما يقرب من 30 عاما. ما شاء الله. لكني لم أكن أكتب الشعر كما أنا عليه الآن. كتبته في الصغر، فيعني كنت متغزلا، كنت بادئا للشعر كما يبدأ دائما يعني الشباب في هذا السن، يتغزلون في من حولهم وما حولهم. يكبر الإنسان ويكبر يعني الشعر معه يا أستاذ إسماعيل، يكبر الشعر معه. لكني أدركت في أدركت لاحقا يعني قيمة الشعر لما سمعت كبار الشعراء، و يعني ممن أثروا حياتنا الثقافية بموروث ثقافي عظيم وفخم. نعم. سابقا ولاحقا يعني، فكان الشعر بالنسبة لي يعني متنفس ومروح. جميل. وطبعا يعني أنا لي الشرف أن أكون في صحبتك اليوم، وأرجو أن أكون على قدر هذه المسؤولية. أنت على قدرها ولا شك في ذلك أستاذ إسماعيل. في البداية وقبل الشعر، كلمنا عن فكرة الموهبة وأن الشاعر متصالح مع أكثر المواهب، وتدخل موهبته الشعرية في تكوين مختلف المواهب الأخرى والفنون، كأن الشعر يدخل في فن الأغنية، الشعر يدخل في فن المسرح، وكذلك ربما يكون حاضرا الشعر في الدراما أيضا والتمثيل. كلمنا عن هذه العلاقة ما بين الشعر والفنون الأخرى من حيث معرفتك وتجربتك. يا صديقي، إن أكبر نعمة أنعم الله بها على الإنسان هي نعمة الكلام. يا سلام. وأهل الشعر هم أهل الكلام وخصته، هم أهل الفصاحة والبيان، آتاهم الله الحكمة وفصل الخطاب. فليس من عجب أن ترى الشاعر رساما، وأن تراه خطاطا، وأن تراه قارئا ومنشدا. يا سلام. وملحنا، ولنا في هذا أمثلة عديدة. يعني أكبر مثال على ذلك في عصرنا هذا شاعرنا السوري العربي الكبير الحبيب أستاذ صلاح الخضر، الذي استضفته أنت في حلقة كانت يعني حلقة زاخرة بالإبداع والجمال والرقي. هذا الرجل رأيته رساما عبقريا وفذا ومتفردا. نعم. ورأيته خطاطا متفردا وعبقريا، وله يعني بصمته في الخط العربي. الأستاذ صلاح رجل كلمة ورجل مبدأ، وكذلك هو خطاط بارع بالفعل. من هنا نرسل إليه تحياتك وتحياتنا أيضا. تفضل أكمل أستاذ إسماعيل. ثم إني سمعته كذلك يعني
يلحن ويغني بعض ما كتب من قصائد عظيمة وفخمة. يعني صوته عذب ولحنه جميل. ليس من عدم يا صديقي أن ترى الشاعر تحديدا، أن ترى الشاعر يعني ينهل من كل المواهب، نعم لأنه في الأصل امتلك أعظم موهبة وهي الكلام. أحسن. إن معجزة الله يا صديقي، أصلا معجزة الله الكبرى هي كلام الله. يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم علم الإنسان ما الإنسان. لم يعلم. صدق الله العظيم. أحسنت أستاذ إسماعيل، وأحسنت إذ ختمت إجابتك بهذه الآيات القرآنية التي تدل على عظمة لغة العرب، وأن القرآن هو لغة البيان والمعجز الأبدي. الآن وقبل أن نذهب إلى المواهب المتعددة أستاذ إسماعيل، سنبدأ بالموهبة الأساسية ألا وهي الشعر. إلى أولى القصائد التي تود أن تسمعنا إياها، اقرأ ما تحب من والله يا محفوظاتك صديقي، يعني على أن يكون من شعرك، وأنت شاعر هذا اليوم من بيت القصيد، اقرأ ما تحب من شعر. أنا في حضرتك يا صديقي يعني فقير في الشعر. دعك من تواضعك وضع التواضع جانبا الآن، وأسمعنا من والله شعرك. لا أجاملك، لا أجاملك، لا أجاملك. أشكرك. عموما أنا لا أجيد الشعر، إني بائس، كل الحكاية أنني أتنفس. أنا لا أجيد الشعر، إني بائس، كل الحكاية أنني أتنفس. يأتي الكلام إلي دون إرادتي، وبه الجوارح كلها تستأنس. لا شأن لي بمحسنات بديعه، لا شأن لي بمحسنات بديعه، وأنا الذي من بحره أتوجس. أتحسس القلب الصغير ونبضه، والله فعلا إنني أتحسس. الشعر في عرفي صديق مخلص، وهو الشقيق، هو الرفيق المؤنس. جيش من الأحلام يهزم تارة، حمم تفور وثورة تتأسس. الشعر طاغية تعملق في دمي، علم يحلق ما مرة، علم يحلق تارة وينكس. وأنا الضحية في جميع شؤونه، فيدي مكبلة وعقلي مفلس. وأنا الضحية في جميع شؤونه، فيدي مكبلة وعقلي مفلس. حاشاك أن تكون يدك أو أن تكون يدك أو أن تكون يدك مكبلة وأن يكون عقلك كما وصفت، وإنما هو عقل وضاء مضيء بكل جميل، يتحفنا بكل حكمة ويقدم كل بلاغة. قبل أن نذهب إلى الأسئلة أستاذ إسماعيل، نريد ترويحة خفيفة مما كتبت ولحنت، أو مما كتب غيرك ولحنت أنت وأنشدت أيضا. وهذه ربما مفاجأة للمشاهد الكريم، أن السيد إسماعيل شتى وهو شاعر مصري يجيد كذلك فن الإنشاد على المقامات الصوتية المختلفة. نريد الآن منك سيد إسماعيل أن تشنف أسماعنا وتسعد قلوبنا بفقرة إنشادية شعرية، تفضل. هل تريدني أن أنشد بعض ما كتبت أو أن أقول شيئا من القديم يا صديقي؟ لك حرية الاختيار، ونحن ما علينا إلا السماع والإجابة. دعني أفكر قليلا حتى يعني أنتقي ما أريده وأحسنه. انتقي ما قفز إلى ذهنك الساعة الساعة واللحظة اللحظة، فالوقت يداهمنا. قل انطلق وخذنا معك. تتعجبين وإنني أتعجب،
قولي لربك أين أين المهرب. يا سلام. أنا بيت بالسيف أو بجمالكم، فعلى ما أقتل في الهوى وأعذب تتعجبين وإنني أتعجب. قولي بربك أين أين المهرب. يا سلام. ميت بالسيف أو بجمالكم، فعلى ما أقتل في الهوى الله، وأعذب. يا سلام. تمضي الحياة ونستحيل إلى تراب، في الجحيم وفي النعيم نقلب. ايه والله، يبدو أنني نسيت يا صديقي. بين يبدو الجحيم وفي أنني النعيم نقلب. أحسنت أحسنت يبدو أنني نسيت. هذا أحسنت من يا أستاذ إسماعيل، لا لم تنس، وإنما أثرت شجونا عميقة، وقد أشجيت القلب حقا. نكتفي بهذا القدر غناء على أن نعود إلى الإنشاد مجددا بعد قليل. دعني أشاكسك بقليل من الأسئلة التي قد تكون ملغومة إلى حد ما عن الفعاليات الثقافية. نحن نتحدث الآن عن الفعاليات الثقافية بشكل عام، لا نقصد مصر على وجه الخصوص. الفعاليات الثقافية وما تضيفه للشاعر بشكل شخصي، وما تقدمه للجمهور والمتلقين بشكل عام. كلمنا عن الفعاليات الثقافية وأثرها. لكن اسمح لي أن تقول ربما تكون ملغومة، ربما، يعني نعم. فلتحذف ربما يا صديقي، هي ملغومة فعلا. لا بأس، تفضل. أنت لها على أي حال، وأنت عليها ربما قادر ولها كفيل. حدثني عن الفعاليات الثقافية يا صديقي، أحدثك وأسألك من يديرها، يديرونها من وكيف ولمصلحة من تدار الفعاليات الثقافية. يعني حدثني كيف تدار ولمصلحة من، وما دور المؤسسات الثقافية الكبرى في الوطن العربي في إدارة الفعاليات يا الثقافية أستاذ كما يجب؟ إسماعيل، لكن قد يقول قائل الخير موجود والأنشطة كثيرة والشباب يأخذ دوره وفرصته، وهناك الكثير أيضا من الجمال مطروح على الساحة العربية ككل، والثقافة موجودة. قد يكون هناك شكل من أشكال مثلا الاستحواذ، الهيمنة، الضغط، الرقابة، قد يكون موجود في منطقتنا العربية، ولكن الفعاليات الثقافية والاهتمام والمثابرة والتحفيز أيضا قائم وبقوة. لا شك في هذا يا صديقي، نحن لا نعمم. عموما انا لا احب التعميم، يعني هذا كلامي هذا ليس نسخا على كل الفعاليات الثقافيه ولا كل البلاد العربيه نعم، ولا كل الانظمه العربيه. انا لا اتهم احدا بعيني ولا أحسنت. اعمم على الكل، ولا اعمم على الكل. انا فقط يعني القي يعني بعض الضوء على فعاليات ثقافيه. انا حضرت فعاليات ثقافيه كبيره وكثيره جدا. رأيت فيها ما لا أحب أن أراه أبدا من الشلالية، بمعنى أن من يحب فلانا يقدمه، ومن يؤثر فلانا يقدمه، وربما صاحب الموهبة الأكبر وصاحب الموهبة الأعلى يعني يغيب لغرض أو لأي شيء آخر نعم، أو لأي سبب آخر. وهذا موجود ولا ينكره أي أحد فينا، يعني لا ينكر أن نعم الفعاليات الثقافية محتاجة إلى كثير من التعليم. نعم طيب، في المقابل أثر وسائل التواصل الاجتماعي على تعويض مثل هذه الأمور التي ترى أنها مثلا أجحفت بحق بعض الشعراء الذين يستحقون أن يقدموا إلى الناس، وربما تكون هذه المنصات بمثابة يعني متنفسا لهم ووجدوا أنفسهم من خلالها. هذا سؤال عظيم، ويعني سؤال راقي جدا. وفعلا انت ذهبت الى لب الموضوع. الفضاء الازرق او كما يسمونه، ولا احب ان اسمي الاسماء الاشياء بما يسمونها، هذا الفضاء الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، في رايي انها اضافت كثيرا كثيرا نعم، كثيرا للفن والادب والشعر والثقافه على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم كله. أحسنت
دليل على هذا أني معك الآن، أنا معك الآن على إحدى هذه الوسائل والوسائط، أحسنت. وهذا أكبر دليل على أن لها أثر كبير جدا، لها أثر كبير جدا في الفعل الثقافي في الوطن العربي. أحسنت أستاذ إسماعيل. إلى قصيدة جديدة الآن، وكلنا شوق لجديدك الذي ستقرأه علينا مباشرة إلى الشعر، تفضل. تلك المصيبة أن قلبي عاشق، تلك المصيبة، تلك المصيبة أن قلبي عاشق، إما يراك فيرتقي ويحلق، ما عدت أعرف هل جننت أو أنني مستغرق في نشوتي، مستغرق، يا سلام، هيجت أعصابي وأشعلت الهوى حتى استويت وبالجوى أتحرق، قزمت شوقا في العروق كتمته فإذا به في غفلة يتعملق، أحنو عليك وتغلظين على فتى نصل الهوى في نحره يتعلق، يا الله، أتسلق الأحلام، أتسلق الأحلام منذ ولادتي، هل يبلغ الأحلام من يتسلق؟ هل منطق أن تستثيري رغبتي في الموت؟ هل هذا بربك منطق؟ إيه. وهل الكريمة في اقتراف قصيدة منها دموع العاشقين ترقرق؟ أنا ما جنيت وإنما هي من جنت، تلك القصيدة موتي المتحقق. تلك القصيدة موتنا المتحقق. أحسنت أستاذ إسماعيل، ومتواصلون معك شاعرنا الجميل جدا متعدد المواهب الأستاذ إسماعيل شتا من مصر. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم مجددا، وما زلنا متواصلين ومستمرين معكم هذه الحلقة من بيت القصيد، ومعنا من مصر الشاعر والمنشد الأستاذ إسماعيل شتا متعدد المواهب. إسماعيل شتا العزيز جدا، أستاذ الكلمة وأستاذ الإحساس كذلك. وقبل الشعر وقبل الإجابة على السؤال القادم، نريد منك ترويحة إنشادية جديدة، ربما تكون من محفوظاتك عن النقشبندي أو عن من تحب، لك المسرح والكلمة والمنصة وكل الوسائل، تفضل يا أستاذ إسماعيل. لقد لامست روحي، تفضل. يبدو أنك تحس بي، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلة، ولولا الحب لم أتكلم. يا سلام. هذه القصيدة غناها مولانا الشيخ سيد نقشبندي رحمة الله عليه، وقد لحنتها لحنا جديدا، أرجو أن يكون على قدر مسامعكم سيدي. أعطنا، هات نسمع. سأقول يعني جزءا بسيطا منها لأنها طويلة، فيعني كي لا يمل أحدكم. خذ 3 دقائق، لا بأس. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، لغة الكلام، الله، لغة الكلام، لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا سلام.
يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين، حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوام. يا سلام، جميل. ما حيلة الشعراء، ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ذا بغناؤهم مرهبا لدى هذا الجلال الأعظم. يا سلام، إن الذي سواك في قرآني، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآني وفاك وصفا، وفاك يا سلام، وصفا بالثناء الأكرم. وفاك وصفا بالثناء الأكرم. أحسنت أحسنت أستاذ إسماعيل شتا، حيرتنا ما بين الشعر وما بين الإنشاد، ما بين الإنشاد وما بين اللحن العذب والنغم الجميل الذي يلامس يعني صفاء الوجدان ويحرك هادئ المشاعر ويستثير العبق الإنساني حتى يملأ أريجه الدنيا كل الدنيا. أحسنت أستاذ إسماعيل، وأبدعت وأمتعت للأمانة، لا فضة فوق، شاعرا ومنشدا. باعتقادك أستاذ إسماعيل، وسنعود، لن نعفيك من الإنشاد، أنت مستمر معنا فيه بإذن الله، ولكن دعنا نذهب إلى النقاش قليلا. باعتقادك ما المطلوب حتى تظل قريحة الشاعر حية وتقدم الجديد الذي يلقى اهتماما من القراء والمتلقين والمهتمين بشكل عام؟ أشكرك على تفتيح الأذهان يا صديقي، والله أنت تطرح أسئلة راقية، قلما سمعت محاورا يعني يلقي أسئلة راقية كهذه التي أسمع الآن، يعني أشكرك أستاذ تجعل إسماعيل. الإنسان يبحث ويفكر حتى يعني يرد ردودا منطقية يعني صادقة تصل إلى الناس. يعني في هذا الأمر أرى أن اتصال الشاعر أو أي إنسان يعني يكتب شعرا أو نثرا أو أي لون من ألوان الأدب، اتصاله بلغته ومنبع اللغة الأصلي هو القرآن الكريم، أحسنت، فإن اعوداد اللسان لا يقوم إلا من طريق القرآن أول. فإنك إن أحسنت قراءة القرآن وفهم آياته والاتصال به أحسنت كل ألوان الأدب وكل ألوان الفنون الحقة يا الجميلة سلام، الهادفة، ومن بعد ذلك تأتي القراءة كما يعني سبق وقرأنا آيات الله التي تحثنا على القراءة والاطلاع الدائم. فأنت إن لم تكن قارئا نهما نعم، فلن تكون شاعرا أبدا. أحسنت أحسنت أستاذ إسماعيل. طيب، عن التراث الشعري وواجب الاطلاع عليه حتى يظل الشاعر متجددا بتجربته ومشروعه الشعري، هل أنت مع القول القائل بأن قراءة التراث الشعري هو فرض عين، أم أنك ترى أنه ليس من الضروري أن نمر على تراثنا الشعري ونكتفي بالحاضر؟
أولا هذه نقطة خلاف، يعني طالما تحدث فيها المتحدثون وطالما اختلف فيها الناس، هل نرتكن إلى ماضينا ونعتز بتراثنا ونذهب إلى سابقينا فقط وننهل منهم، وإلا فلسنا بشعراء ولسنا بأدباء، أو هل نستغني تماما عنهم وننظر إلى حاضرنا فقط؟ أنا أرى أن الإغراق في دراسة التراث، والإغراق في فكرة أن التراث هو المنهل الوحيد لكي نكون دائما على اتصال بالأدب والشعر، نعم. أرى أن الإغراق فيه شيء، فيه خطورة كبيرة. لأني أرى في حاضرنا، يعني ما يفوق كثيرا جدا مما نقرأ في التراث، وإن كنت لست متبحرا في التراث ولست قارئا جيدا ولست أحفظ ما أكتب حتى فضلا كثيرون يقولون لك أحسنت عما يكتب الآن يا السابقون أستاذ إسماعيل، الأولون. كثيرون يقولون لك أحسنت على هذه الإجابة وأنصفت كثيرا، ففي زماننا من المبدعين أدبا وشعرا من ربما يبزون شعراء وأدباء كانوا في العصور السالفة والسابقة، وأنا كمان أو أنا كذلك، وخليني أقولها بالعامية كمان بكل بساطة، وأنا كمان أؤيد هذا الرأي، وأرى أن زماننا فيه من الأدباء، فيه من الشعراء الذين يستحقون أن يخلدوا كما خلد شعراء سلفوا ومضوا وظلت قصائدهم حية في الوجدان، إلى قصيدة جديدة تشنف بها الآذان وتبقى إن حية سمحت كذلك في لي، الوجدان. نريد أن نذهب إلى الشعر، فلا سمحت تتملص لي، ولا تتهرب. هل تريد أن تسمع شعرا الآن؟ نريد الشعر الآن الآن وليس غدا. تفضل. نريد الشعر الآن، الآن الآن الآن. عموما يعني أنت توقعني في كل فخ وأخيه، يعني إحنا عندنا بالمصري يقول بتوجعني في كل فخ وأخوه. وما زلت سأطلب منك من الشعر ما يعني تبل به ظمأ قلوبنا فيما بقي من وقت أستاذ إسماعيل، فالمجال لا يزال متسعا، اقرأ علينا ما تحب الآن، تفضل. ويجادلون هذا لأن قلوبهم مرضى ولا يتفكرون. يا سلام. يا ليتهم يتفكرون. أصحاب قريتنا هنا في كل ناقصة هم المتنافسون. أصحاب قريتنا هنا في كل أمر تافه يتنازعون، ويعظمون شعائر الطاغوت لا يتلاومون. هم هؤلاء لهم بيوت من ذهب، ولهم عقول من ذهب، ولهم قلوب من حديد أو خشب. هم هؤلاء بنوا صروحا شامخات للسفور وللطرب، يتشدقون بذكر داهية الحروب ويسكرون بشعر نابغة العرب. يتشدقون بذكر داهية الحروب ويسكرون بشعر نابغة الأدب، يا سلام. وتراهم حول المنابر ركعا فوق المنابر خشعا يتقاتلون على الزعامة في الخطب وعلى المناصب والرتب، وعلى المناصب والرتب، ويساومون الله كي يبقى على كرسي عرش خالدا. يا للأدب. وتراهم في النائبات يسوقهم في البيد صوت أبي لهب. يا للعجب، يا للعجب. يا للعجب. أعجاز نخل خاويات هدهم فرط التعب، ايه والله. وأنا بكل بساطة ما زلت أحمل فوق رأسي خيبتي هذا، لأني أنتمي زورا وبهتانا لتاريخ العرب. بل إنك تنتمي إليه عن اعتزاز وشرف وفخر أستاذ إسماعيل،
دعنا دائما ننظر إلى الجزء الممتلئ في الكأس ولا نستسلم للواقع مهما قسى هذا الواقع ولهمت به الخطوب. يعني أستاذ إسماعيل، باعتقادك وانطلاقا من رأيك الخاص، كيف يمكن تشكيل البصمة الذاتية الشعرية الخاصة؟ يقول شاعر ما: كيف أصنع بصمتي؟ أعطنا حلا عمليا إن كان يتوفر لك، أو أعطني الإجابة بشكل عام، تفضل. عن بصمة الروح يا صديقي، عن بصمة الروح، يعني كأنك تريد أن ندخل إلى أعماق النفس. يا سلام. فنعرف كيف يفكر كل إنسان على حدة، وهذا يعني أمر صعب جدا، يعني أن تتشكل ذائقتك. فهذا منحة من الله، منحة من الله، لا دخل لأحد فيها يعني. أحسنت. فيعني أرى أن الإجابة على السؤال يعني صعبة جدا، لأنها تنبع كل إنسان له إجابته الخاصة. نعم. عن الشعر في دعم. نعم. حدثنا الآن عن الشعر ودوره في دعم وحدة الإنسانية وحقوق الإنسان وكرامته. هذا أسمى معاني الشعر. أسمى معاني الشعر أن تكتب للناس وللإنسانية. دمع الحروف على السطور هجاني لما كتبت الشعر للإنسان. يعني دائما الناس يقولون فلان كتب الشعر وعاش للشعر ومات عن الشعر ولم يعطه الشعر شيئا. نعم. الذي يكتب الشعر للناس لا ينتظر أجره منهم أبدا، كالذي بنى الجدار ولم يتخذ عليه أجر. يا سلام. يعني سيدنا الخضر لما يعني وجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لكنه كان أمر الله. هكذا يكون الشعر الحق، يبني ولا ينتظر جزاء ما يفعل. الإنسانية لها في الدنيا يعني حوائط صد. أول حائط صد للإنسانية على الإطلاق هو أصحاب الكلمة، لأنهم هم من يحركون كل الأشياء. الحروب تقوم بكلمة، والسلام يعم بكلمة، والكراهية تنتشر بكلمة، والإرهاب يبدأ بكلمة. فعلى كل واحد منا أن يتقي الله عز وجل في كل لفظ، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأنعم بها من إجابة أيها الرجل الحاذق والشاعر الحكيم، والحكيم الفطن، والفطن اللسن صاحب لسان العذب. ولا أبالغ بما قلت بحقك وبوصف ما تقدم منك أستاذ إسماعيل شتا الشاعر المصري الجميل. ابقى معي على أي حال، ما زال في الوقت بقية وللشعر تتمة. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نعود. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، ما زلنا مستمرين وإياكم في هذه الحلقة المتميزة حقا من برنامج بيت القصيد، ومعنا من مصر أم الدنيا الشاعر إسماعيل شتا، والمنشد وقل الحكيم صاحب القيمة العالية والنصح القويم. وقبل أن نذهب إلى الشعر المغنى من جديد، أريد منك إجابة مختصرة. الشعر في تعزيز وتكريس حب الأوطان أستاذ إسماعيل، مهمة عظيمة وقد تبدو شاقة. طبعا. يعني أتذكر أول ما أتذكر في هذا أغنية جميلة وعظيمة يعني تراثية للمطرب العربي الكبير أستاذ محمد عبد الوهاب: حب الوطن فرض علي، أفديه بروحي وعيني. الشاعر الذي لا يخدم وطنه بشعره لا خير فيه. يا سلام. والوطن يحتاج منا إلى كلمة حق، سواء كانت
يعني يلقى عليها جزاء بالحسنى أو بغير ذلك، فلا خير في شعر يهدم أبدا، لا خير أحسنت في شعر يهدم أبدا. أحسنت الشعر أستاذ لابد أن إسماعيل، يهدم. تفضل. ولكننا بحاجة إلى شعور أوطاننا بنا حتى نشعر بها أكثر، وأكيد أنت تقاسمني هذا الرأي وتشاطرني ذات الفكرة. وإن قست الأوطان يا صديقي، وإن قست الأوطان وإن فعلت ما فعلت، يحن القلب يا سلام، طوعا وكرها، يحن القلب طوعا وكرها، ولا نقول أبدا في أوطاننا إلا كل جميل، يا سلام، ولا ينبغي أن نقول إلا كل جميل. يبقى وإن الخير فيها انتقلت ما بقيت، تفضل يبقى الخير قول فيها جميل. ما بقيت، ولحنجرتك أن تصدح بالجميل من الشعر والإنشاد العذب. نريد فقرة إنشادية تختارها أنت من محفوظاتك أو مكتوباتك أو منقولاتك، لك حرية ما تشاء بغضون دقيقتين. تفضل أستاذ إسماعيل. مش عارف لماذا أنسى يا صديقي كلما وقفت أمام قامة مثلك. والله نحن سعداء جدا بحضورك وتشريفك لنا، وفعلا أثريت هذه الحلقة، وأنا أتحدث بكل عفوية الآن، وأكيد السادة المشاهدين يشاطرونني ذات الرأي ويقاسمونني ذات الرؤية. تفضل، كلنا شوق لجديد إنشادك. تحلق فوق رأسي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنفك عنها أبدا. تفضل إذن. يا خير خلق الله، الله 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 أكبر، أعد. يا رحمة يا رحمة للعالمين، أرسلك الله. أرسلك الله يا رحمة مهداة مزداه. الله اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا وأفض علينا من بركاته من بركاته يا أكرم يا الأكرمين. أكرم الأكرمين يا يا رب، يا أكرم الأكرمين يا رب. يا أكرم الأكرمين. يعني لم تبق لي ما أقوله أستاذ إسماعيل، أسأل الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، وأن يعني يعطيك ما تستحق جزاء هذه المواهب العالية وهذا الأداء المشتبك تمام الاشتباك مع الصدق المنبعث من حنجرة وقلب صادقين. أسأل الله أن يجزيك بهذا الأداء أجري الدنيا والآخرة بآن واحد، بما تقر به عينك ويستريح له فؤادك. قبل أن نذهب إلى آخر القصائد الشعرية، لأن هناك قصيدة نريدها منك على أن تكون باللهجة المصرية، قبل آخر القصائد الفصيحة ومنها مباشرة إلى القصيدة بالعامية، نريد إجابة مقتضبة ومختصرة منك عن المبادئ والقيم ودور الشاعر بتعزيزها. المبادئ والقيم، قلنا أننا نستقي مبادئنا من قرآن وسنة، أحسنت، ومن موروث راق ومهذب ومحترم، يا سلام، ومن حاضر فيه من الخير ما يعني يصعب تأطيره وتحديده، فيه من الخير الكثير، فيه من الشعر والأدب والفن والثقافة والمبادئ ما يعني
تزخر به الكتب. أحسنت. فكل إنسان منا يجب أن يكون على قدر المسؤولية تماما فيما يكتب وفيما يخرج للناس. أحسنت أحسنت أستاذ إسماعيل، وبذلك تنتصر المبادئ ويكون للقيم الإنسانية تمام التقدير والتطبيق الحقيقي، لا التعليق العبثي أو العابر، وإنما التطبيق والتحقيق، لا أن تظل معلقة. خذنا إلى قصيدة فصيحة قصيرة، ومنها خذنا بعدها إلى قصيدة من تراثكم وعبقكم وبيئتكم المصرية التي نحب، تفضل. دمع الحروف على السطور هجاني، إيه؟ لما كتبت الشعر للإنسان. ماذا جنيت من الخليل وهمه، أم هل عشقت مرارة الأحزان؟ والله اكتب لنفسك، للحبيبة، للهوى، للخيل، للبيداء، للألحان. اكتب كعصفور يغرد في الفضاء، أو بلبل يشدو على الأغصان. يا سلام. اكتب كأنك لم تزل حرا، بلا هم ولا قيد ولا سجان. جميل. اكتب فإنك راحل في غفلة، والشعر للإنسان عمر ثاني. لا توقظ الأحزان من أجداثها، فالحزن ليس بحاجة لبيان. دمع الندى فوق الزهور دم جرى، يكوي خدود الورد بالأشجان. فدع البكاء لأهله، فالناس في ترف وأنت رهينة القضبان. فالناس في ترف وأنت رهينة القضبان. ما أجملها من قصيدة أستاذ إسماعيل، قصيدة مفعمة بالإنسانية، مفعمة بالذاتية، كذلك فيها رسم للطريق منير، طريق لا يمشي به إلا العارفون بالحب، المشتاقون إلى حياة كريمة صافية يستحقها الإنسان السوي، على أمل أن يصفو وجه هذه الحياة وبمثل هذه الكلمات تمحو ما تشوه من ملامحها ويعود لها الحسن. الأخاذ إلى قصيدة من الدارجة المصرية، ولك أن تختارها عنوانا وموضوعا ومضمونا، تفضل أستاذ إسماعيل. والله بما أننا نتحدث عن الشعر وفي حضرة شاعر أحبه وأحترمه وأوقره، وأنا كذلك والله، فلنتكلم عن شعر. تفضل. منذ انقلاب الشعر على وش خراطا في السفه والانحطاط، قررت اكتب شيء مخالف للكتابات العقيمه كلها، زي المديح والذم وفنون النفاق والسير على درب الخليفه وزمره الباشا الولي. منذ اغتراب الكلمه في حلق الشعور، منذ احتباس الدم في القلب النظيف، إيه؟ قررت أكون إنسان شريف. يا سلام. أكتب كلام عادي وبسيط، ما أنا أصلي فعلا عمري يوم ما عرفت وافر أو بسيط. بكتب كده زي الكلام ما بيجي والله العظيم. بكتب كده زي الكلام ما بيجي والله العظيم. فعل الكلام. ولا يوم حاولت أكون حويط غاية ما فيها أني أنا إنسان بسيط. يا سلام. ساعات بكون ثوري وعنيف، وساعات خفيف، وساعات تاخدني العفة وأعمل واد شريف، وساعات بموت في قصيدة على بحر الخفيف. يا سلام. الشعر يا سادة شعور، مش رص حرف بحرف أو زحمة سطور. الشعر نور، والنور ده اسم لربنا، لازم نصونه بروحنا ونحافظ عليه. الشعر زي الحب، مش بالكلام ولا بالسكوت. وازاي وليه الشعر زي الميه في النهر الزلال؟ الشعر زي الميه في النهر الزلال. الشعر عمره ما كان حرام،
الشعر والله العظيم يا ناس حلال، لكن بشرط نكون بنكتب زي ما قال ربنا، يا سلام. ننصر وطن، نوصف شعور، ونغني للنور والحياة. لو كل واحد مننا قرر يصفي كلامه ده من مبدأه والمنتهى، يبقى الغنى فعلا حلال، تبقى المشاعر كلها ناضجة بأحاسيس البشر، لو في الحقيقة أو خيال. طول ما أنت شاعر بالوجع للموجوعين، طول ما أنت واهب ضحكتك للمجروحين، طول ما أنت عارف إن فوق الشعر رب العالمين، الله، يبقى يا أنت سلام. شاعر. يبقى أنت شاعر، كل حرف بتكتبه هيكون سبب في دخولك الجنة. طول ما انت عارف ان فوق الشعر رب العالمين، يبقى انت شاعر في كل كل حرف حرف بتكتبه هيكون سبب في دخولك الجنة. حيكون سبب في دخولك الجنة. أسأل الله أن تكون كذلك وأن تتحقق هذه البشرى وهذه النبوءة لك ولكل السادة الكرام المشاهدين وكل من يستحق رحمة رب العالمين. مر الوقت بسرعة يا أستاذ إسماعيل، لا أعلم والله كيف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ظل فقط أن تجيب باختصار ومن قلبك كما عودتني والسادة المشاهدين، كلمة منك موجهة لنفسك ولكل مؤتمن على وصية الكلمة. أما لنفسي فيعني أحثها دائما وأنصحها دائما ألا تقول إلا الحق، يا سلام. وألا تعبث مع العابثين، يعني ولا أنظر أبدا 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 إلى ما تحت قدمي، ولكني أنظر إلى ما سيؤول إليه أمري أمام الله، وأرجو أن تكون كلمتي في ميزان حسناتي. بإذن الله. وللآخرين وكذلك ماذا تقول؟ نعم، أقول للآخرين اتقوا الله فيما تقولون، يا سلام. ومن أحسن ممن ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن وعمل أحسن صالحا قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني وقال من إنني المسلمين. من المسلمين. أحسنت أحسنت أستاذ إسماعيل. مر الوقت سريعا، شاعرنا إسماعيل شتا من مصر، ووصلنا إلى ختام هذه الحلقة. ماذا تريد أن تقول في الختام؟ أريد أن أقول لك شكرا، شكرا جزيلا على تشريفك لي بهذا اللقاء. نحن من نشكرك. أنا في غاية السعادة أني كنت معك، وأسأل الله أن ونحن يجعل كذلك لنا والله. شكرا أستاذ إسماعيل، نحن كذلك سعداء بتشريفك لنا في هذه الحلقة المميزة حقا من برنامج بيت القصيد، الشاعر المصري الجميل حقا أستاذ إسماعيل شتاء. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، في الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات دائما وأبدا، كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.